الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو المقطع 37 بعد 100 تحت عنوان نظرية المجموعات ست تيوري. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين في كل أرجاء الوطن العربي الكبير، وعلى بركة الله نبدأ. أساسيات نظرية المجموعات والتعامل معها ست تيوري. تعرف المجموعة ست بأنها عدد من الأشياء متجانسة وغير متجانسة ترتبط مع بعضها بعضا بشكل محدد. مكونات المجموعة تسمى عناصر، أي أن كل مجموعة تتكون من أشياء، هذه الأشياء كل واحد منها يسمى عنصر، أو كلها تسمى عناصر elements. وكل العناصر المكونة لمجموعة ما تشكل ما تسمى المجموعة الكلية أو الكونية the universal set. مثال على المجموعة الكلية، نقول بأن مجموعة الحروف الهجائية العربية تتكون من العناصر، وهي الحروف في هذه الحال ألف باء جيم أبجد هود ألا أو ألف باء تاء ثاء جيم حتى ننتهي من لام ألف ويا. فتتكون هذه المجموعة من 28 حرفا أو عنصرا، فالحرف A عنصر أو ألف، وكذلك الحرف باء والحرف جيم. وعادة ما تعطى المجموعة اسما معينا، كأن نقول إن المجموعة A مثلا تتكون من العناصر 1 2 3، وتكتب بالصيغة الآتية A. هذه الإشارة ليست إشارة تساوي، إنما A تتكون من العناصر 1 2 3. نقول عن المجموعة A التي تتكون من 1 2 3 في هذا الحال بأن العنصر 1 ينتمي إلى المجموعة A، وكذلك العنصران 2 و3، أي أنهما ينتميان إلى المجموعة نفسها، وتشكل هذه العناصر الثلاثة بمجملها المجموعة الكلية A. يرمز الحرف الإغريقي إبسلون إلى الانتماء، فالصيغة 2 إبسلون A تعني بأن العنصر 2 ينتمي إلى المجموعة A. أما الرمز الإبسلون والمشطوبة من الوسط فيدل على عدم الانتماء، فالصيغة 4 لا ينتمي إلى A تعني بأن العنصر 4 لا ينتمي إلى المجموعة A. تكون المجموعتان A و B متساويتين إذا كان كل عنصر في المجموعة A ينتمي إلى المجموعة B، وكل عنصر في المجموعة B ينتمي إلى المجموعة A، ما يعني بأن المجموعتين تحويان العناصر نفسها بصرف النظر عن ترتيب العناصر أو تكرارها. مثال على تساوي المجموعات، لنفترض وجود المجموعتين A و B كما يأتي. عندي المجموعة B تساوي أو تتكون من العناصر علي 2 1 5، أما المجموعة A فتتكون من عناصر 1 2 علي 5. هنا الترتيب لم يعني يؤدي إلى فرق معين، يلاحظ من عناصر كل مجموعة بأن المجموعتين متساويتان. تعرف المجموعة الخالية نلست بأنها المجموعة التي لا تحتوي أي عنصر، وتكتب بالصيغة الآتية فاي، الحرف الإغريقي فاي يتكون من لا شيء، هنا ليس هناك عنصر. تعرف المجموعة E وعليها شحطة من أعلاها E بار بأنها المجموعة المتممة إذا كانت عناصرها لا تنتمي إلى المجموعة E، بحيث تشكل المجموعتان E بار و E معا المجموعة الكلية. مثال على المجموعة المتممة، تتكون المجموعة E من الأحرف الأبجدية الثلاثة ألف باء جيم، أي E تتكون من عناصر ألف باء جيم أو جيم باء ألف. إذن المجموعة المتممة هي
دال هاء إلى آخره لام ألف ياء، يعني بقية الأحرف إيبار، أي أن المجموعة المتممة تحتوي عناصر المجموعة الكلية باستثناء ما ينتمي إلى المجموعة إي. نكمل. يمكن تمثيل العلاقات في المثال السابق على شكل رسم فين، ما يسمى فين دايجرام، هي وسيلة توضيحية. فين دايجرام التوضيحي كما في الشكل الآتي. هذا الشكل الآن يتكون من ثلاثة أشياء، يعني المستطيل، هذا الشكل الإهليجي، وما تبقى بعد أن نخصم أو نطرح من هذا الشكل الإهليجي. فالمجموعة الكلية S تتكون من هذه المجموعة E والمجموعة المتممة E بار. المجموعة الكلية S تتكون من مساحة المستطيل الأزرق كله، أي الشكل الإهليجي، مضافا إليه ما تبقى من المستطيل، أي المساحة اللي هي E بار، ما يعني بأن المجموعة الكلية تساوي كل ما يحتويه المستطيل الأزرق. التعامل مع المجموعات. التعامل مع المجموعات، يمكن التعامل مع المجموعات باستخدام عمليتين منطقيتين، هما الاتحاد يونيون ويرمز لها بالحرف يو المنبسط، والتقاطع العملية الثانية intersection ويرمز لها بالرمز يو المنبسطة لكنها المقلوبة. يقصد بالاتحاد تشكيل مجموعة تتكون من جميع عناصر المجموعات المتحدة، بينما يقصد بالتقاطع تشكيل مجموعة تتكون من العناصر المشتركة بين المجموعات المتقاطعة. هنا سأنوه أن الاتحاد هو تشكيل مجموعة تتكون من جميع العناصر ما عدا ما يتكرر منها، أما في حالة التقاطع فيؤخذ فقط العامل المشترك من غير أن يتكرر. التعامل مع المجموعات على شكل أمثلة. مثال على اتحاد المجموعات وتقاطعها، لنفترض وجود المجموعتين F التي تتكون من العناصر 1 2 2 4 والمجموعة جيم أو جي التي تتكون من العناصر 2 3 5 5. تتكون المجموعتان من عناصر مبينة بين أقواس، اتحادهما يشكل المجموعة S كما يأتي. اتحاد الآن F اتحاد جيم يعطي المجموعة S التي تتكون من العناصر 1 2 3 4 5. فنلاحظ الآن أخذنا واحد فقط، واحد من الخمسة من هاتين الخمستين، وهنا واحد من هاتين الاثنتين، أو واحد من هذين الرقمين 5 وواحد من هذين الرقمين أو العددين 2. الآن هذا الشكل هو فين دايجرام أو رسم فين الذي يوضح، إذا رسمت هكذا الاتحاد، يعني الآن المجموعة F أو متحدة مع جيم، لكن كل المقاطع، هذا المقطع وهذا المقطع وهذا المقطع أعطي نفس اللون، فبعطيني بالحالة هاي شطبت أنا واحد من هذين الرقمين وشطبت واحد من هذين الرقمين، ما يعني بأن الاتحاد أعطى المجموعة الكونية اللي 1 2 3 4 5. أما تقاطع المجموعتين F و G، F التي تتكون من 1 2 2 4 وG التي تتكون من العناصر 2 3 5 5، فيشكل المجموعة I كما يأتي. F تقاطع G يعطي I التي تتكون فقط من عنصر واحد وهو العامل المشترك أو العنصر المشترك بين المجموعتين F و G. فنلاحظ هنا 2 وهنا 2، لكن ليس في هذه المجموعة 1 و 4 وليس في هذه المجموعة 3 و 5. إذن التقاطع يعطي فقط المجموعة I التي تتكون من عنصر واحد على الرغم من تكراره، فيعطي عنصر واحد وهو الاثنان. هذا الشكل الآن تقاطع F مع G أعطى الآن هذه المساحة الحمراء المختلفة، وبالتالي الآن هذا التقاطع تقاطع المجموعتين أنتج المجموعة I كما ذكرت سابقا. مثال على تقاطع المجموعات، تتكون المجموعة K من المدخنين في شركة ما،
وتتكون المجموعة أم من الإناث في الشركة ذاتها، وبالتالي يشكل تقاطع المجموعتين K و M المجموعة N، أي أن K تقاطع M أعطى N، وأن تتكون فقط من العناصر التي هي الإناث المدخنات. هذا الآن تقاطع K مع M أعطى المجموعة N التي هي نتجت عن تقاطع المجموعتين، وهي تتكون من الإناث المدخنات K تقاطع M. مثال على اتحاد المجموعات المتممة وتقاطعها: اتحاد المجموعتين E التي تتكون من الطلبة، وأرجو التركيز هنا، المجموعتين E التي تتكون من الطلبة الذكور في مدرسة مختلطة، والمجموعة المتممة E بار يعطي المجموعة الكونية S التي تتكون من كافة طلبة المدرسة ذكورا وإناثا. إذن E اتحاد E بار اللي هي المجموعة والمجموعة المتممة إذا اتحدتا يعطي المجموعة الكونية، وهي التي تتكون من كافة الطلبة. أما تقاطع المجموعتين E و E بار فيشكل المجموعة الخالية، ليس هناك عامل مشترك بين الطلبة الذكور وما يتمم الذكور، فعندي الآن E تقاطع E بار يعطي المجموعة فاي، وهي المجموعة الخالية أي التي لا تتكون من أي عنصر. نكمل. نتعامل في بعض الأحيان مع مجموعة ست ما، لنقل أنها المجموعة B، ومجموعة فرعية سبست أصغر حجما من المجموعة B، لنقل أنها المجموعة الفرعية A كما في الشكل الآتي، فقط في الشكل. الآن عندي مجموعة الكبرى A وهذه المجموعة الصغرى A، فالمجموعة A مجموعة فرعية من المجموعة الأكبر B، هذه الست وهذه السبست، هذه المجموعة وهذه المجموعة الفرعية، B المجموعة و A المجموعة الفرعية، أو B the set A the subset. المقطع القادم بإذن الله، شكرا لكم على حسن متابعتكم. المقطع القادم بحول الله تعالى سيكون مقدمة في نظرية الاحتمال Introduction to Probability Theory، سنتطرق فقط إلى التعريفات والقواعد الأساسية. لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية والتعليق على المحتوى من أجل تعميم المعرفة بلغة الضاد، لغة القرآن الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.